السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول أو الدرس الأسبوع الأول من برنامج بلندر 3D. أولا هنستعرض نقطتين مهمتين. أول نقطة هي البوليان تول. نتخيل إن في عندنا هنا أوبجكت وليكن كيوب، وفي أوبجكت آخر وليكن هذا الشكل، وهنحرك هذا الأوبجكت اللي هو المونكي في الواي أكسس بحيث يكون بهذا الشكل. ممكن نختار المونكي والكيوب ونعمل اكتر من دوبلكت، اكتر من نسخه في الاكس اكسس. اولا هي البولين تول، بنختار الاوبجكت الاول بهذا الشكل اللي هو المش الاول وليكن المونكي، وبعد كده نختار الكيوب واف 3 تو سيرش فور بي او او ال. اولا ديفرنس، فهيحذف المونكي من الكيوب. نختار الاول كيوب والمونكي فيحذف الكيوب، ف اف 3 بي او او ال تول ديفرنس فحذف الكيوب من المونكي، فبيعتمد على الاختيار الاول من الثاني. فاذا الاشياء لا تحدث عشوائيا. ممكن لو رحنا الى الايديت مود يظهر لدينا لو اخترنا Alt M و Merge by Distance نجد ان Removed Zero Vertex، معنى ذلك ان هذه المش هي عبارة عن Clean وجاهزة لـ 3D Printing، بمعنى ان ممكن نضغط Ctrl T وهذه المش جاهزة اننا نطبعها كـ 3D. اذا هذه المش هي جاهزة للـ Exporting لـ 3D Printer. كلام سليم. الجزء الثالث اللي هنستعرضه برضو هنختار هذه المش وهذه المش، و في ايضا لو ضغطنا بي او ال في انترسكت وفي يونيون، يونيون بهذا الشكل فاصبح هذا الجزء المونكي والكيوب عبارة عن كتلة واحدة. كنترول ال اصبح هذا الشيء كتلة واحدة، ما عدا ان الاي غير او سيبريتد بهذا الشكل. طيب كلام سليم. طب نتخيل عندنا وليكن مونكي بهذا الشكل، وضغطنا الكليك يمين سب ديفايد سموث، سب ديفايد فيرتكس او كنترول 2، وضغطنا بهذا الشكل و اف 3 بي او او ال، فاصبح عندنا بهذا الشكل. يعني بمعنى ان الكيوب كان لو بولي والمونكي كان هاي بولي، ولكن مع ان المونكي هاي بولي اظهر عندنا او الفانكشن تمت بصوره سليمه. ولو ضغطنا الت ام نتاكد من الميرج، مفيش، قال لنا ان في ريموفد فورورد سيز، لكن هذه المش كلين. ضغط مره اخرى باي فيرتكس، يبقى اذا هذه المش كلين وجاهزة لأيضا exporting for 3D printing. أخيرا هنستعرض الموديفايرز. الموديفايرز وليكن ممكن نختار الكيوب و بوليان بي او 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 ال وريز بوليان، هنختار الأوبجكت ممكن نختاره بهذا الشكل، وأصبح عندنا ممكن نختار هذا الأوبجكت وفي الفيو بورت من هنا اعتقد الفيو بورت ديسبلاي ماكسيمم از واير. ايه اللي ظهر عندنا بهذا الشكل؟ ان لو قلنا ان جي في الاكس فاصبح عندنا او سكيل، او جي في الواي. فاذا هذه الفرق بين هذه الطريقه في القطع او الكات اوت عن الطرق الاخرى، ان هذه الطرق طرق نهائيه ما ينفعش نعدل الا اذا بدانا من الصفر، لكن هذه الطريقه نون ديستركتيف، بمعنى انه ممكن نحرك في الجي في الاكس بهذا الشكل، ممكن نخفي هذا مؤقتا او نحرك الالت اتش جي في زي بهذا الشكل. إذن هذه الطريقة نون ديستركتيف. عايزين نعمل ابلاي، فنعمل ابلاي بهذا الشكل
وأصبح عندنا هذا الكيوب هو كتلة واحدة بهذا الشكل. Alt M merge by distance مفيش removed doubles. Ctrl T بهذا الشكل أو Alt J. في طرق أخرى إننا نحول الـ N-Guns تكون ready for 3D printing. كده انتهينا من الجزء الأول في هذا الدرس. الجزء الثاني أولا Shift C وهنضيف Monkey. كلام سليم. في عندنا ثلاث أشياء هنستعرض. أولا الـ Vertex Group هنختار نقطة بهذا الشكل و Select by Side. كلام سليم. بوزيتيف اكسس ويقصينا نقول وليكن هذا الجزء هو الرايت. هنختار هذا الجزء سيلكت باي سايد. هنختار الواي اكسس الزي اكسس اور واي اكسس والنيجاتيف بهذا الشكل او الافضل. الافضل كنترول بلس. كلام سليم. ده كده عبارة عن الصين أولا وعبارة عن الفرونت فيو. وممكن دي سيلكت أول وسيلكت راندوم سيلكت راندوم و سيلكت فيسز أند سيلكت راندوم والصين. وهنسمي هذه الجروب راندوم. ليه بنضيف هذه الجروبز؟ لأننا مباشرة هنذهب إلى الموديفايرز ماسك and ثم بعد ذلك هنختار vertex group وهنختار front. مباشرة يظهر لنا front فقط. لو اخترنا ال right المفترض ان احنا ما سجلناش ال right. طيب هنسجل ال right. هنختار جميع هذه ال vertex ثم بعد ذلك هنذهب في ال vertex group وأصين للرايت وهنذهب بهذا الشكل للسوليد فأظهر عندنا الرايت فقط أو الليفت. ده الرايت وده الليفت. إذن هذا الزر بيقوم بالتبديل ما بين الرايت والليفت. ممكن نختار راندوم فبيظهر عندنا راندوم بهذا الشكل. كلام سليم. طيب اولا هنذهب مباشرة الى الـ Object View وهنضيف ده يعتبر هتبقى اخر نقطة ان شاء الله في هذا الدرس. هنضيف Armature و Single Bone G في Z Select All G في Z. بعد ذلك اكسترود بهذا الشكل واكسترود بهذا الشكل واكسترود في الزي بهذا الشكل. هذه البون هيتم تسميتها بالميدل بوتوم. هذه البون ايضا هيتم تسميتها بالرايت وهذه بالليفت. المفترض العكس ده تبقى رايت وده هتبقى ليفت لأننا بنتعامل من وجهة النظر اللي هي وجهة نظر البرنامج وليس من وجهة نظر السكرين أو الفيور أو الديزاينر. طيب كلام سليم. نختار الماسك أو نختار الأوبجكت بهذا الشكل ونختار الأرميتشر. كنترول بي ويز أوتوماتيك ويتس. ثم بعد ذلك هنختار هذا الأوبجكت ونذهب إلى الارميتشر ونختار ارميتشر. كلام سليم. هنذهب نختار ارميتشر ونذهب الى البوز مود. البوز مود او البون اللي هنختارها جي ده يعتبر اهم ميزة من الماسك موديفاير. البون اللي احنا بنختارها
بيتم اختيارك او اختيار الفيرتكس جروب المحيطة بيها، او الاختيار الفيرتكس جروب اللي البون بيتأثر فيها. زي ما احنا شايفين، اهم ميزة من الماسك موديفاير بهذا الشكل، select all alt r alt g، نختار هذه البون وليكن بهذا الشكل. كلام سليم. نختم بأننا لو اخترنا جميع البونز لن يظهر أي شيء، لن يظهر أي تأثير، لأن ما فيش فيرتكس جروب أو كل ال كل البونز بتأثر في أو تحتل جميع الجيومتري أو جميع الفيرتكس. ممكن ألت أر ألت جي بهذا الشكل. وبكده نكون انتهينا من هذا الدرس. إلى اللقاء في الدرس الأسبوع الثاني من برنامج بلندر 2.8.